وفهد من زمان أنا أسأل، الله سبحانه وتعالى يضحك؟ نعم، أعرابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك، فقال العرابي والله ما نعدم الخير من ربنا يضحك. أبشر بالخير. واحد وايد ناس يدعون الله ويضايقون إذا ربي ما استجاب دعوتهم، صحيح. أبشرهم دعائهم لن يضيع، إما أن يستجيب الله لهم أو يدفع عنهم مصيبة أو يدخر لهم الأجر يوم القيامة. وفهد ذنوبنا وايد، ذنب تل ذنب وننسى رحمة الله، صحيح. الله غفر لزانية سقت كلبا وعفى عن من قتل 100 نفس ودعا اليهود والنصارى للتوبة، فكيف بالمسلم؟ يا رب.